مرحبا بحضراتكم، انا وكريم اكيد في الفقره الاخيره، وعندنا وقت طويل عشان الملفات كتيره جدا. هنتكلم طبعا عن ماتش ناري النهارده، بنتكلم بين يعني قطبي ميلان والانتر في اياب طبعا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، وبكره كمان عندنا ماتش لا يقل اهميه اطلاقا بين ريال ومان سيتي، وعندنا احنا ماتش الاهلي والترجي، عندنا يعني كلام كتير جدا. خلينا بس نرحب بضيفتنا العزيزه جدا ونحلل كمان معاها ضيفتنا الناقده الرياضيه منى عمر. بونجور. بونجور يا نهوان. صباح النور عليك. صباح الفل عليك، منورانا. صباح الخير يا كريم، ميرسي. الماتشات اللي ذكرتها كلها نهوان ده اهم من بعض، نبتدي بانهي فيهم؟ اللي يعجبك. تعالي نبتدي بالاهلي والترجي. طبيعه الحال ده اكيد يعني يهمنا بشكل استثنائي، وفي ضوء اللي انت شفتيه في مباراه الذهاب توقعاتك ايه فيما يتعلق بماتش الاياب؟ طيب قبل ما نتكلم في توقعات، في نقطه مهمه جدا 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 لازم الناس تاخد بالها منها او احنا نعمل حسابنا عليها. الاهلي لسه ما تاهلش للنهائي. صح. مش معنى ان انا قدرت اكسب 3-0 بره ارضي، ده زي ايه، زي ما بنقول كده احنا حطينا رجلينا بالظبط كده، حطينا رجل واحده. لكن ان انا تاهلت بشكل رسمي فده لسه طبعا لم يحسم. شفنا قبل كده مباريات كتير جدا كانت نتائجها كبيره في الذهاب، وقدرت الفرق اللي كانت خسرانه في الذهاب تعوض في مباريات الاياب، وعندنا في ليفربول وبرشلونه خير مثال يعني. فما نقدرش نقول ان الاهلي حسم بنسبه 100%، طبعا لسه عندنا شوط ثاني ان شاء الله في مباراه العوده يوم الجمعه الجايه في استاد القاهره. مباراه هتبقى مهمه جدا جدا، اللعيبه لازم تبقى نفسيا عارفه ان هي لسه لم تحسم الصعود بعد بنسبه 100%. لازم بس الفرصه كبيره. طبعا يعني طبعا زي ما قلنا احنا حطينا رجل. تمام، فرصتنا بالنسبه للترجي، لا انت بتتكلمي مثلا في بالنسبه لك انت 70%، بالنسبه للترجي صحيح. مثلا 30%. تمام، بس مش 100%، ده اللي احنا بنتكلم فيه، لان كل شيء وارد في كره القدم. هو لا منطق اصلا سائد في كره القدم، يو نيفر نو يعني. بالظبط، فما ما نقدرش نحكم يعني. فبالتالي ده بالنسبه لي ماتش مهم جدا جدا، مفيش فيه عايز اقول ايه تساهل، مفيش فيه امكانيه مثلا ان انا ممكن اريح بعض اللعيبه بدون داعي يعني. في غصب عننا هنضطر ان احنا في لعيبه هنريحها او لعيبه هناخد بالنا مننا مثلا ان هي ما تلعبش مثلا مباراه كامله، لان في عندنا 4 لعيبه او 3 عندهم انذارات، ولو اخذوا انذار في ماتش الترجي هيبقى في مشكله طبعا في ماتش الفاينل باذن الله في حاله الصعود. عندنا حمدي فتحي وبنسبه كبيره جدا 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 لازم حمدي فتحي يريح الماتش ده. عندنا طاهر محمد طاهر، عندنا حسين الشحات، عندنا محمد هاني، الاربعه دول اللي عندهم انذارات وهيبقى وضعهم صعب جدا في المباراه. كل اسم فيهم اهم من التاني. بالظبط بالظبط. بس هقول لك على نقطه مهمه جدا يا كريم، انت لما تيجي تبص على بدايل اللعيبه دي هتلاقي نفسك برده مطمن. هتلاقي نفسك مرتاح، حتى لو مش بشكل اساسي، بس هتلاقي اللعيبه دي هتسد يعني. مكان محمد هاني هنلاقي مثلا خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح شارك مع الاهلي قبل كده في مباريات وقدم اداء جيد. هتلاقي مثلا لو مش هتلعب بحمدي فتحي وهتريحه، هتلاقي عندك الثلاثي بتاع الوسط مثلا، هتلاقي مروان عطيه، هتلاقي اليو ديانج، هتلاقي عمرو السولاي. فهتلاقي مفيش عاده في الماتشات اللي من النوع ده كمان بتعولي اكتر على اللعيبه اللي عندها خبرات دوليه. طبعا 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 ده مش هنختلف عليه، بس هيبقى بالنسبه لي خساره اكبر لو انا دفعت بلاعب اخذ انذار ما لعبتش بيه مباراه. بالظبط، ما لعبتش بيه مباراه النهائي. فهي طبعا المساله بالنسبه لكولر وبالنسبه للعيبه لازم يبقى فيها تاهيل نفسي كبير جدا، سواء من ناحيه نتيجه المباراه، سواء من ناحيه الخطه، سواء ان اللعيبه كلها لازم تبقى عامله حسابها على موضوع الانذارات. الترجي هيبقى جاي هو مش باقي على حاجه. بالنسبه له الموضوع هلعب ممكن اقدر اعمل ريمونتادا او اعمل مفاجاه او ما اعملهاش، انا كده كده يعتبر بره يعني. بس فالمباراه هيبقى ليها حسابات خاصه جدا، ولازم طبعا واكيد اكيد يعني الجهاز الفني واللاعبين عندهم خبرات في النقطه دي. والحاجة الحلوة ان احنا بنتكلم عن 10,000 كمان مشجع هيكون ان شاء الله موجود. كان نفسي يبقى اكتر بس يعني ان شاء الله. ده حلو. طيب نروح عالميا شوية، وماتش زي ما كنت بقول في الانتر النهاردة يعني اي سي ميلان وانتر ميلان، ماتش مهم وصعب هيكون على اي سي ميلان، لان هو لازم يعوض الثنائية طبعا اللي جت فيه، لا شيء صعب طبعا في ماتش الذهاب. فهل احنا متوقعين من اي سي ميلان هو يقدر يعملها، ان هو يجيب ريمونتادا خلينا نقول عشان يتأهل، ولا الموضوع هيبقى صعب؟ لان اكيد انتر ميلان النهاردة هيلعب يعني لعب مقفول او جيم مقفول، هيبقى فيه دفاع اكتر يعني.
هتشوفيه ازاي الماتش؟ هقول لك على توقعاتي، ما تاخديش بيها قوي يعني. هنحاول. انا متوقعه ان ميلان النهارده يقدر يعمل ريمونتادا. يعني مستوى ميلان في دوري ابطال اوروبا انا شخصيا فاجئني جدا عن مستواه في الدوري الايطالي وانتر كمان. بس يعني خلينا نقول ان انتر كانت سكته ممكن ايه، كانت ممكن نقول كانت اسهل شويه مثلا. فميلان انا اتفاجئت ان هو قدر ان هو يخرج نابولي، كسب 4، قدر ان هو يعني توقعات ما كانتش كده فعلا. بالظبط بالظبط وقت يعني القرعه اصلا كنا بنقول واو وموسم رائع واداء غير معتاد من كام سنه، فوق ال 20 سنه يعني. بالظبط، والناس كانت متوقعه خلاص ان نابولي في النهائي. بالزبط. وقت القرعه بتاعت ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ناس كتير كتبت انه او توقعت انه خلاص نابولي هيبقى صحيح. طرف في الفاينل، لانه طريقه كان سهل جدا بالنسبه انه هيقدر يكسب ميلان يعني. لكن فوجئنا ان ميلان قدر ان هو يكسب نابولي واطاح بيه خالص من المنافسه يعني. وهو اللي بقى في سيمي فاينال وبيلعب انتر. فانا شايفه انه لا، فرصه لسه على الارض، لسه في الملعب، يقدر ان هو على الاقل 2-0 ويبقى فيه بقى بينالتي او يعني ممكن الامور توصل يعني تبقى ما بينهم الكفه متعادله، وبعد كده ممكن يبقى فيه مثلا بينالتي وهي اللي تحسم مين اللي هيبقى طرف النهائي الاول يعني. يعني على صعيد الدوري الايطالي انه رجع مره ثانيه يفوق، يعني كان في سنين طويله كان الدوري الايطالي يعني يكاد يكون مش محسوس بيه. اسماء فرق طول عمرها ليها تاريخ، وكان في اوقات سابقه صعب تستنتجي مين اللي هيوصل حتى للمربع الذهبي في الدوري. بالظبط. لكن ايه اللي حصل فنتج عنه لفتره زمنيه طويله هذا الهبوط في المستوى والهبوط حتى في الجذب للمشاهدين؟ بص، انا اتوقع انه هي سيطره يوفي على سيطره يوفنتوس يعني على دوري على الدوري الايطالي لسنوات متتاليه، تقريبا قعدت 8 سنين او 9 سنين متتاليه ورا بعض كان هو بيبقى بطل الدوري. فبتحس ان الامور ايه، فتره يعني. انا داخل الموسم الجديد فانا عارف انه اوكي خلاص هنلعب ويوفنتوس هو في الاخر هو هيبقى بطل الدوري يعني لحد ما زي اللي حصل دلوقتي في الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان مثلا والدوري الالماني يعني. يعني برضو الفتره من الفترات يعني، الله هم الا مؤخرا بقى كان بقى المنافسه شويه مثلا مع دورتموند لايبزيج بقى في مع بايرن ميونخ شويه يعني شويه فرق بتنافس يعني. بس فده بالنسبه للدوري الايطالي. كمان عوامل الجذب للدوري الايطالي حتى اللعيبه نفسها مش كبيره يا كريم يعني. حتى من بعد رونالدو او هو كمان لما كان جاي رونالدو كان لما راح يوفي كان عامل جذب علشان الدوري الايطالي. فيما بعد خلاص رونالدو مشي، الاسماء المتواجده ده دلوقتي في الدوري الايطالي مش بحجم الاسماء اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان. يمكن بقى نابولي دلوقتي هو بقى في بعض الاسماء زي فيكتور اوسيمين زي كفارتسخيليا، فدي بقى اللي هم بيلقبوا بيه دلوقتي يقولوا مارادونا الجديد يعني. فدي بقت الاسماء دلوقتي اللي ممكن تخليك بقى ترجع تتفرج على الدوري الايطالي مره تانية، خصوصا كمان ان السنه اللي فاتت مثلا كان ميلان هو بطل الدوري، السنه دي نابولي، فبقينا نشوف فيه اسماء مختلفه غير اللي انت معتاد عليها يعني. طب هنروح برضو للماتشات المهمة التانية. عندك ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي واللي كان التعادل قبل كده في الذهاب 1-1، يعني برضو ماتش هقول لك صعب تتوقعي تماما يعني مجريات الأمر هيمشي ازاي، أو يعني سير المباراة هتمشي ازاي، ولا حتى النتيجة. بس خليني أسألك، مش توقعاتك على قد ما قراءتك لريال مدريد هيلعب ازاي أو هيبقى باصص على ايه، وفي نفس الوقت مان سيتي نتيجة 1-1 دي يعني في الذهاب البعض شاف ان هي في مصلحة مانشستر سيتي اكتر، بما ان هو اتعادل في سانتياغو برنابيو في ارض ريال مدريد وهيبقى ماتش العودة في ملعبه، فالامور هتبقى اسهل له بعض الشيء يعني. دي نقطة تحسب لصالحه فعلا يعني، البعض فكر كده، بس انا ما بشوفش ان هي كده خالص. الحسابات خصوصا مع ريال مدريد بتبقى مختلفة تماما. ريال مدريد في بطولة دوري ابطال اوروبا بالمعنى الحرفي في لكلمه الوحش طبعا يعني، تحول لوحش دي حقيقه طبعًا. شوف وضع ريال مدريد في الدوري الاسباني جداً. خالص يعني اموره مش ماشيه خالص. ربما هو كمان عشان فقد المنافسه من بدري او ما بقاش حاطط سبوت على البطوله من بدري، فما بقاش مركز فيها على عكس دوري ابطال اوروبا. الامور بالنسبه له بتبقى مختلفه خالص في دوري ابطال اوروبا، فالمباراه هتبقى صعبه جدا جدا جدا. وليه دايما كل الفرق
بتبص لدوري الابطال على اعتبار ان هو اهم من الدوري المحلي بتاعهم. ليه الفرق اللي تلاقيها ماشيه بتتعكس طول المشوار في الدوري بيجوا يتحولوا في الدوري؟ دي اعظم بطوله في 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 اوروبا يا كريم، دي اعظم فعلا، دي اعظم بطوله بتتلعب في اوروبا، وربما كمان يعني كانت في وقت من الاوقات كانت اقوى من المونديال نفسه. ده مفروغ منه، انا بكلمك بس على طالما انتوا عندكم القدره تتحولوا تبقوا وحوش في دوري الابطال. طب ما بربع المجهود ده هيبقى وضعكم مختلف جدا في الدوري المحلي لو عملتوا يعني ربع المجهود. بالنسبه لريال مدريد او بالنسبه لبعض الفرق، يعني لو انا خدت مثلا دوري ابطال اوروبا وفقدت البطوله المحليه، بالنسبه لي انا كده انجح من اللي اخذ البطوله المحليه. يعني انت لو تيجي تشوف مثلا برشلونه بطل الدوري الاسباني، لو ريال مدريد اخذ دوري ابطال اوروبا الناس هتشوف ان موسم ريال مدريد كان انجح من موسم برشلونه. اوكي. بالظبط كده. لو ارسنال، ولو ان فرصته بقت صعبه شويه، لو ارسنال اخذ الدوري الانجليزي ومانشستر كان زي الفل. ايه اللي حصل؟ كان زي القطر والله. نبرنا عليه احنا ولا ايه؟ انت انا نبرت عليه؟ لا يبقى كل الشكر يا كريم. ايه اللي حصل له؟ اتكلم عن كريستيانو، الراجل راح السعوديه. يعني هو راح السعوديه ايه يعني سؤال بالذمه؟ يعني لو انا نبرت على حد فجاله عقد عمل زي اللي جاب كريستيانو ده، الناس كلها تطلب مني انظر. حاطط هالاند حاليا في دماغه. اما نشوف، سيب هالاند بقى، اما نشوف ميسي هيحصل معاه ايه. ده فعلا ارسنال حصل يعني في منعطف كده ما نتج عنه تاخر للاسف، مش ماشي مع اللي كان هم عليه قبل كده. بغض النظر انا بشجع مانشستر سيتي ومبسوطه طبعا باللي حصل، بس حقيقي حقيقي محدش يقدر ينكر او يقلل من موسم ارسنال السنه دي، ولا حد يقدر يقلل لا من امكانيات اللعيبه ولا من الشغل اللي عمله ارتيتا طول الموسم مع ارسنال. ربما يكون لسه ما عندوش سياسه نفس طويل شويه، ربما علشان السيتي كان وراه خطوه بخطوه مش سايبه. يعني اي يعني قدر ان هو، حتى سيتي كان في بدايه الموسم كانت لا وقع منه نقط كتير وخسر نقط كتير، فده اللي كان مدي الصداره لارسنال. لكن مانشستر سيتي قدر ان هو يلملم اوراقه بسرعه جدا، وقدر ان هو يضغط على ارسنال لحد احنا لسه هو في الجولات النهائيه، فاضل تقريبا جولتين، قدر ان هو يضغط عليه لحد الاخر. ربما هو لسه ما يقدرش يستحمل ده، او ربما هو لسه ما عندوش سياسه الـ النفس الطويل ده. اللعيبه كمان لسه صغيره، يمكن ما كانتش متعوده على ده، ما كانتش متوقعه ان ممكن تفضل المنافسه لحد الاخر، خصوصا ان كان في فارق نقط كبير قدر انه مانشستر سيتي ان هو يقلله يعني، ويستغل تعثر ارسنال في 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 بعض المباريات. هي مشكله ارسنال حصلت امتى؟ حصلت في الجولات الاخيره، 3 تعادلات ورا بعض، خساره وراها خساره من مانشستر سيتي. يعني هو تعادل 3 ماتشات قبل ما يلعب مانشستر سيتي، وبعدين خسر من مانشستر سيتي 4-1. فحصل بقى انت خسرت 2-4-6 و3-7 يعني و3، فخسرت كذا نقط ورا بعض بالظبط. فده يعني ايه، زي ايه ممكن نقول، ايه ممكن نقول عمل هزه في الفريق شويه، رغم ان هو رجع بعد كده يحاول ان هو يظبط اموره شويه، يظبط خطته، يظبط طريقه لعبه، وقدر ان هو يكسب. لكن التعثر الاخير مع برايتون لما خسر 3-0 صعب الامور شويه، ولو ان هي لسه مش مستحيله، لان مانشستر سيتي لسه عنده ثلاث مباريات. يعني هو لو يعني المباراه الجايه لمانشستر سيتي هتبقى قدام تشيلسي، لو كسب هيبقى حسب الدوري الرسمي، لو تعادل او خسر هيبقى هنضطر طبعا ان احنا ناجل الحسم لسه للمباراه اللي بعدها. لو يعني هنضطر ناجل الحسم يبقى نطلع فاصل. معرفش انتوا شايفين ايه في الموضوع، ما ايه اللي يقعدنا واحنا مضطرين ناجل الحسم؟ نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. حديثنا لسه مستمر طبعا مع ضيفتنا العزيزه منى عمر الناقده الرياضيه، وخلينا دلوقتي نروح لبرشلونه بقى، لان ملف غريب، ملف غريب جدا والله. يعني فكره احسم الدوري قبلها باربع ماتشات تقريبا يعني، وانزل احتفل، وتالق رائع، خلينا نقول تالق رائع طبعا لبرشلونه، بس في نفس الوقت في كده علامات استفهام بسبب كمان بعض التصريحات يمكن اللي اتقال فيها ان ربما يكون في عوده لميسي قريبا. البعض قال لك لا ده مجرد تصريح عاطفي، مفيش حاجه خالص زي دي هتتم، لان برشلونه غير جاهز ماديا لعوده ابدا ميسي. على الصعيد الثاني اتقال لك خلاص ما صفقه الهلال لميسي
ميسي تم حسمها. فيعني خلينا نروح للشق اولا الفني الخاص بفوز او الفوز المبكر للدوري الاسباني لبرشلونه، وفي نفس الوقت برضو نروح للنقطه بتاعت ميسي لان دي مهمه جدا. اوكي، مبدئيا طبعا برشلونه يستحق تماما الموسم ده ان هو يتوج بالدوري الاسباني. ولو تفتكروا كنا مره في بدايه الموسم كنا بنتكلم على برشلونه وريال مدريد والمنافسه، وقتها يمكن التوقع الوحيد اللي قلته صح بقالي فتره قلنا ان شاء الله برشلونه هيبقى بطل الدوري الاسباني السيزون ده. الحقيقه تشافي اتعلم كويس قوي من الموسم اللي فات. طبعا ده كان الموسم اللي فات كان اول موسم ليه مع برشلونه. طبعا هو جاي عايز يلعب بطريقه لعب برشلونه، الكره الهجوميه اللي احنا كلنا متعودين عليها، الطريقه اللي اتعرفت لا نشرب ميه بقى ناخد بق ميه والله. طب على فكره اشربي والله تسلم. ما دي ميه حقيقيه مش يعني ديكور. البنت ريقها نشف من كتر الاسئله والاجابات. تسلم. حابه تريح خمسه كده؟ لا تمام. تريح خمسه؟ بكلمك بامانه والله. كريم كده نروح. خمسه كده وبتاع وخدي نفسك كده وبعد كده نرجع عشان تبقى في حتى فود باور كده في الكلام. فيستحقوا تماما الموسم ده ان هم يتوجوا بالدوري. زي ما قلنا تشافي نزل لارض الواقع بقى، تاكد ان الكره الهجوميه اللي كان برشلونه متعود عليها، تاكد ان الوسائل المساعده او العوامل المساعده او اللعيبه اللي معاه مش هتقدر تطبق له ده على الاقل في الوقت الحالي. لسه شباب صغيرين، لسه ما عندهمش الخبرات الكافيه، فهو تعامل باللي موجود زي ما بنقول كده في المثل اللي هو اللي تكسب اللي تغلبه العبه بالظبط. يعني تعتقدي ان الساده مسؤولي منظومه كره القدم في اسبانيا استخدموا تكنيك اللي تغلبه العبه بالظبط كده؟ ودي تتقال ازاي بالاسباني يا ست الكل؟ بترجمها لك. بس فهو تعامل بان الامور مش هتمشي معاهم في الفريق غير بان هو يعني هو اللي يتعامل مع اللعيبه، مش لازم يطبق الكره الهجوميه اللي هو او الفكر اللي هو اتعود عليه. بس فهو اتعامل بالعوامل اللي موجوده، اتعامل باللعيبه اللي موجوده، وبدا فعلا يجني ثمار بقى الطريقه دي. ربما بعد كده يرجع لطريقه برشلونه اللي احنا متعودين عليها وتطبيق بقى الكره الهجوميه وافكار كرويف اللي احنا كلنا استمتعنا بيها مع برشلونه يعني. لكن في النهايه هو قدر ان هو يحقق الـ 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 الهدف ليه من الموسم، وهو ان هو يتوج بالدوري الاسباني. قبل ما ده يحصل، الفتره اللي كان فيها يعني ايه تاخر كده ملحوظ لبرشلونه، كان السبب الرئيسي في ده ايه؟ هل الاداره الفنيه؟ هل المشاكل الماديه اللي النادي بيعاني منها وخصوصا في ظل قوانين معينه في الفتره الاخيره منعتهم ان هو يعني يجلب لعيبه مميزه يفيدوه؟ هل هي مشكلة في النادي ذات نفسه؟ يعني إيه اللي حصل فنتج عنه الاهتزاز الملحوظ ده في مستوى برشلونة؟ هو كان أكتر من عامل يعني. هي كانت مجلس إدارة تمام، كانت أجهزة فنية، كانت تغيير أجهزة فنية كان ملحوظ بشكل كبير، كمان كان اعتزال لعيبة أو رحيل لعيبة من اللي هو الجيل الذهبي لبرشلونة زي ما احنا بنقول عليهم يعني. فده طبعا كان عامل عدم استقرار في صفوف الفريق. ما كانش حتى كمان المدير الفني اللي كان بيجي، في بعض المديرين الفنيين اللي جم برشلونة يعني ما كانوش قادرين أصلا يسيطروا على غرفة الملابس. دي حقيقة وده واقع، وبعد كده ده احنا اكتشفناه فيما بعد طبعا بعد رحيلهم يعني. فدي كانت ده كان يعني كان عامل مهم جدا، وده كان وقت وجود ميسي، فده كان عامل مهم جدا. كان ده كان سبب او كان من ضمن اسباب الهزة اللي كانت حاصله للفريق. زي ما انت قلت يا كريم كمان الموضوع الرواتب او الازمه الماليه اللي ضربت معظم الفرق كمان يعني بعد جائحه كورونا. لكن كان برشلونه بشكل خاص لان هم سقف الرواتب عندهم كان عالي جدا جدا، اكتر من ريال مدريد. فكان مضطرين ان هم كان لازم يخفضوا الرواتب بتاعه اللعيبه. اللعيبه رفضت واللعيبه وافقت، كانوش يقدروا ان هم يجبروا لعيبه على تخفيض الرواتب بتاعتهم. فيما بعد كمان جت القوانين بتاعه لا ليجا اللي اتعملت مؤخرا، وان لازم يبقى في سقف للرواتب بالظبط لكل اللعيبه، وده برضو اثر عليهم لان هم كمان ما قدروش يسجلوا عقود بعض اللعيبه مؤخرا غير لما يخفضوا رواتب لعيبه اخرى.
بس فكل دي كانت عوامل مساعده او عوامل ادت لعدم الاستقرار اللي احنا اتفرجنا عليه او اللي احنا شفناه مع برشلونه. طب وميسي؟ ميسي لحد دلوقتي وضعه هو مش مفهوم، بس ممكن نقول بنسبه 99.9 خلاص هو هيمشي من باريس خلاص. بس هيروح فين؟ هل الهلال هو الاقرب؟ خلينا نقولها بهذا الشكل. ما نقدرش نقول الهلال الاقرب، في عرض اتقدم من الهلال الرسمي، ده امر مفروغ منه برضو، اتقدم فعلا عرض رسمي. في كلام ان هو يرجع برشلونه، برضو في كلام ان هو يرجع برشلونه. في كلام يعني رسمي ولا في كلام كده في تصريحات؟ لا، كان لابورتا رئيس برشلونه طلع قال ان هو حصل فعلا تواصل ما بينهم، ما بينه وما بين ميسي بخصوص العوده. انا بشك صراحه في تصريحات لابورتا، مش بصدقها يعني. هو بالنسبه لي مش شخص موثوق في تصريحاته، لانه انا بحس ان هو دايما بيتاجر بقصه ميسي كتير يعني. مديره التكليوني قلت عليه الكلمتين دول تاجر بيه، لا وتاجر بيه وقت الانتخابات ده حقيقي، وبعد ما بقى رئيس النادي شفنا ميسي بيمشي. فانا بحس انه هو بيتاجر بيه، بيحاول ان هو يستعطف يستعطف الجماهير، لكن ما نقدرش نقول على حسب تصريحاته. هو قال ان هو حصل فيه بس هو الفترة اللي كان فيها كلام عن احتمالية انتقال مثلا كريستيانو رونالدو للدوري السعودي، برضه حصل نفس اللغط، ولا ايه اللي هيوديه هناك؟ لا نشك في الكلام ده، وناس تانية اكدته، وكان ليه زيارة برضه كانت مش مفهوم ابعادها، واتقال انها الغرض تاني برضه ليه علاقة بكونه سفير للسياحة. اعتقد ان السيناريو بيتكرر بحذافيره تقريبا في حالة ميسي. انا اتفق معاك. وقت ما حصلت الزيارة بتاعة السعودية والكلام اللي حصل بعدها او وقتها والشائعات، وان هو خلاص مضى كمان على العقد، قلنا ده نفس السيناريو اللي حصل مع رونالدو، وهو بيتكرر تاني. وبصراحه كانت مفاجاه يعني، رغم ان احنا شفنا رونالدو وقتها قلنا مفاجاه، قلنا خلاص بعد كده بالنسبه لنا مش هيبقى في اي حاجه ممكن يتفاجئ بيها، لكن برضو قرار زي ده انه ميسي ياخده ان هو يروح الهلال السعودي برضو هيبقى مفاجاه، هيبقى مفاجاه كبيره جدا. يعني انا وجهه نظري ان لعيبه كبيره يعني زي رونالدو زي ميسي، انا شايفه انه خلاص يعني اتس تايم ان هو يفكر لمصلحته. انهي مسيرتك بالظبط، انهي مسيرتك والامور خلاص كده بالنسبه لك، حافظ على مكانتك، حافظ على كل اللي انت عملته طول السنين دي. انت عاجبك وضع يا رونالدو في النصر السعودي؟ لو هو مرتاح خلاص. لا انا وانت. طب بالنسبه لابراهيموفيتش بقى، لان يعني هو هيعتزل امتى؟ لا هو عنده فوبيا من نقطه الاعتزال دي بجد، هو طلع اتكلم هو داخل على يعني قرب على 45 يعني ما شاء الله. هو عنده فوبيا فعلا من النقطه دي، هو خايف انه بعد الاعتزال او ان هو لو اخذ قرار الاعتزال انه يحس ان هو قاعد ما بيعملش حاجه. ليه؟ مش ممكن يتجه للتدريب لحاجات كتيره جدا. اكيد هو مفكر في حاجه زي كده، بس بالنسبه له اكيد متعه اللعب افضل من التدريب، من العمل الاداري. ففكره ان هو يعتزل امتى دي اكيد هو اللي هيقررها يعني. ممكن احنا نعتزل وهو لسه. الدوري الفرنسي والسيطره والهيمنه المعتاده لباريس سان جيرمان، مما افقد الدوري كتير من متعته، وناس كتير خلاص من اول انطلاق الدوري هم عارفين ان الامور شبه محسوم. فبرضه حصل مستجدات مش مستحبه قوي في الدوري الفرنسي، وكان واحد من الدوريات الممتعه برضه. نفس الكلام اللي كنا بنقوله على الدوري الايطالي كان ينطبق الحقيقه على الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي يعني هختلف معاك شويه، هو مش ممتع زي الدوري الايطالي. يعني انت ممكن حتى بوضع الدوري الايطالي دلوقتي، بس انت ممكن هتجيب ماتش انتر مثلا وميلان وهتقعد تتفرج عليه في الدوري الايطالي. الموسم الحالي في الموسم كام سنه اللي فاتوا برضو كانت الدنيا حتى لو كان السنه اللي فاتت برضو هيفضل مثلا ماتش يوفي وانتر هتدور عليه وتتفرج عليه. انا بقول لك المبدا نفسه، فكره وجود قطب اوحد في دوري المفروض انه بيضم فرق متنافسه. اللي انا عايز اقوله لك انه اساسا حتى الدوري الفرنسي هو في العموم هو مش بقوه الدوريات الخمسه التانيين، بس يعني ممكن نقول انه او عشان أو اوضح لك الكلام اللي انت بتقوله في نقطه ان باريس دايما هو اللي مسيطر. باريس هو اللي مسيطر عشان هو اللي معاه فلوس. تمام، هو اللي معاه فلوس، هو اللي يقدر يدعم الفريق بعناصر كبيره جدا او بعناصر كتيره جدا او عناصر قويه جدا، زي ما شفنا ميسي مع نيمار مع راموس مع امبابي، يعني كل اللعيبه دي فريق واحد. طب تعالى شوف بقى بقيه الفرق الاخرى، لو جينا مثلا نتكلم على مارسيليا مش هتلاقي حد عارف مين بيلعب في مارسيليا. صح. نانت مش هتلاقي حد عارف، او يمكن بتابع نانت عشان انت ليك محترف مصري هناك. فاهم ازاي؟
بس انما هو المسيطر علشان هو اللي معاه. يمكن ما يكملش اهو. احتمال كبير. احتمال كبير. ليه؟ بسبب الموقف الاخير؟ هو من قبل الموقف، بس يعني ممكن الموقف يعجل. لا انا ما اعتقدش الموضوع هياخد حيز قوي كده. لا حصل مع ادريس انا جاي. التصريح قال عن الخدمات. لا لا هو هو قبلها في كلام اصلا مع جلاتا سراي. وان هو اصلا هيمشي من نانت هيروح تركيا يعني. بس مع الموقف ده ممكن الامور تعجل او يعني بعد ما كنا هنفكر فالموضوع ممكن يخلص. وحصلت مع ادريس اجانا جاي في باريس. هو ليس الوحيد اللي رفض هذا الامر. يعني تاني هنرجع نقول لعيبه كتيره جدا رفضت اصلا هذه الشاره انها تتحط شاره المثليين وغيره. فهي القصه كلها ان احنا رجعنا نقول اذا انت بتؤمن بشيء ما فمن الحريه ان انت لا تفرضها على الاخر. بالزبط. فاللي بيحصل هو عكس المنطق تماما. هم في فرنسا كده يعني هم في الدوري الفرنسي كده. ولو تفتكري انا هوندف في رمضان لما طلعوا بيان بان لا مش هنوقف المباريات وقت اذان المغرب علشان اللعيبه المسلمين يفطروا. مدرب نانت نفسه طلع قال ان اللاعب اللي هيصوم عندي من الفريق اللاعب المسلم اللي هيصوم عندي من الفريق مش هيلعب المباراه. فهم لا غير ما شفنا في الدوري الانجليزي وان هم سمحوا ان وقت اذان المغرب اللعيبه المسلمه. كان في مشاهد محترمه جدا بالظبط ان الحكم يوقف المباراه عشان اللعيبه المسلمه تفطر. فهم فرنسا كده وحصلت زي ما بقول لك حصلت قبل كده. على كل حال نتمنى بقى يعني ان احنا نخلص من الموضوع ده او يكون في قانون بيكفل لك الحريه في اللي انت عايزه وبيكفل لي الحريه بالزبط. في اللي انا عايزه لان ده ضد الفكر اللي انت بتصدره اللي هو الحريات. ده انت اولا بتفرض عليا حاجه انا رافضها ثقافيا ودينيا والى اخره. فحاجه لا منطقيه. وكل الدعم لمصطفى محمد في الموقف اللي اتخذه اكيد. يعني بنشكرك جدا. ميرسي انا للاسف مرسي. الحلقه كلها خلصت. نورتينا منك كالعاده والله. ميرسي انا وانت انا مبسوطه معاك. قريب ان شاء الله. ميرسي يا كريم. تنورينا مره ثانيه باذن الله. واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.